بسم الله الرحمن الرحیم. نمازی جنازہ. نمازی جنازے کے پانچ شرائط: میت کا مسلمان ہونا، میت کا پاک ہونا، میت کے کفن کا پاک ہونا، میت کے ستر کا ڈھکنا ہونا، میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا. نیت نمازی جنازہ: چار تکبیر نمازی جنازہ سنا واسطے، خدا تعالیٰ کے درود واسطے، پیغمبر علیہ السلام کے دعا واسطے حاضر اس میت کے. پہلی تکبیر: اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. دوسری تکبیر: الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تسري تكبير: الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. چوتھی تکبیر: الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. نابالغ لڑکے کے لیے دعا: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. نابالغ لڑکی کے لیے دعا: اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة